شاء الله تبارك الله. أمطار قوية تشهد معظم مناطق المملكة السعودية الآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وكما تشاهدون، هطول أمطار رعدية من خفيفة إلى متوسطة على مناطق المملكة، حيث تشهد المنطقة أجواء غائمة. مع هطول أمطار رعدية من خفيفة إلى متوسطة على وادي الدواسر والطائف والباحة وعسير وجازان، حيث أن هناك حركة سريعة للرياح تتسبب في وجود الغبار، وتصاحب هذه الأمطار نشاطا للرياح السطحية، مما يؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وتساقط للبرد والسيول. وكما أصدرت المملكة تحذير للمواطنين، ودعتهم فيه بالتقيد والإجراءات الاحترازية وأخذ الحيطة والحذر.